ما هو الفشل الكلوي؟ تقوم الكليتان بترشيح 200 لتر من الدم يومياً، بل وتقومان بإزالة لترين من السموم والفضلات والماء. الفشل الكلوي يحدث عندما تتوقف الكليتان عن العمل بكفاءة لتبقي الإنسان على قيد الحياة، أي تخسر الكليتان القدرة على ترشيح الدم من الشوائب، مما يسبب تراكم هذه المواد الضارة في جسم المريض، وبالتالي يحتاج لعمل غسيل كلوي 3 مرات في الأسبوع مدة 4 ساعات لكل جلسة تمتد إلى سنوات. ولا يوجد حل أمام المريض إلا زراعة كلية للتخلص من السموم من جسمه والحفاظ على حياته. من أشهر أسباب الفشل الكلوي مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، بعض الأمراض المناعية كمرض الذئبة، أمراض جينية وراثية، وبعض الأمراض في الجهاز البولي كحصى الكلى، التدخين، الكحول وغيرها الكثير. بتسجيلك للتبرع بعد الوفاة الدماغية تكون قد أنقذت أرواح أناس كثيرين وخففت من معاناتهم اليومية. تبرع حياة.